خالد جيب كهربجي بتوصل خط انترفون بين غرفتي وغرفتك. مشان شو استاذ؟ هي تحسبا لاي ظرف طارئ. حاضر، وليش اجيب كهربجي؟ انا بوصل لهم اليوم كمان كهربجي. يلا عود لشوف. بالصبر كل شيء بيصير يا بنتي، هيك الدنيا. فهمها بابا، لك احنا من دون ما نفكر بنخسر كل شيء. شو مطول اخي؟ بدنا نقعد معك شوي. بدي اتسلى يا صلاح. انت لا بتلعب شطرنج ولا غيره. تفضل استاذ خالد. على راسي، شرف. هي مغامرة هي، وغير مضمونة العواقب. عم نبهك. ما بترجعها؟ طيب يعني لو أكلت الوزير شو راح يصير؟ جرب. هاي الوزيرة يعني هي مغامرة ولعبة جنان، بس المهم النتائج أستاذ. شرف. كش. في فايدة. مات مات. ايه استاذ، نحكي ولا نشف دمي؟ لا بدي احكي ولا اسمع. استاذ عمر، ارجوك بدنا نزرع الارض البور. رجعنا للارض البطيخ. ما بدي ازرعها يا اخي. استاذ عمر، انا ما راح ادفعك ولا فرنك، ولا تنسى انه اللي عندك 4 مليون. 4 مليون؟ لا يا سيدي، اكثر. وعشرة بالمية من العشرة مليون اللي رجعوا لي، ومن الخمسة مليون اللي ربحتهم لك 20%، يعني تقريبا صاروا بحدود 6 مليون الا شوي. حلو، 6 مليون الا شوي. بهذول الست مليون استاذ عامر رح نزرع 400 دونم ارض. حرام يضل بور. ليه؟ صدقني بنستفيد منها اقتصاديا، ومنشغل 500 عائلة على الأقل. أرجوك حقق لي هالرغبة إلي إذا بعز عليك، وحققها لعمران اللي خدمك أكثر من نص عمره. هلا أنت رح تضل مستلمني بالأرض والخيل؟ لك أنت شو، ما بتمل؟ ما رح أمل، لأني بموت بالأرض، بعشقها. لك إمتى بدك تفهم إنه المصاري مهمة جدا جدا بالحياة؟ ها؟ وانا بقول انه المصاري مهمه جدا جدا بالحياه استاذ عمر، انا مش مختلف معك، بس للشيء اللي بنحتاجها فيه، لتسعدنا، لنستفاد منها، مش لتكديسها. بعدين هذا مشروع اقتصادي مضمون النتائج، صدقني، منك المال والارض ومني الخبره والجهد. شو رايك؟ ماشي. شكرا شكرا. لك شو انت يا رجل، أنا واثق إنك من بقايا العصر الحجري. وأنا واثق إنه مو هذا رأيك فيه. عمي صلاح بابا! ولا حركة ولا هنا! أبد أبد! ولا يخرب بيتك! عمران! شيل المسدس! سلامتك لا حول ولا قوة إلا بالله. بابا شفت؟ كله من هذا الشوفور الزفت! من وقت ما اجى لعنا ما شفنا غير المصايب! لك بجوز الرصاص اللي طلع المقصود فيه هو خالد! مو بجوز أكيد! لك هذا واحد من شرالي ما بنعرف أرعد أبوه منين! بابا أنت حاسس بشي؟ لا لا سليمة سليمة الحمد لله، ما في شي ما في شي، لا تخاف. شلونك؟ الله حرك الباب! مين أنت؟ مين أنت أنا؟ اسمي أحمد الفايز. شو جاي تسوي هون؟ جاي أقتل عامر التباس. ليش بدك تقتله لك؟ لأنه كان السبب بموت أبي. منين أنت؟ احكي! أنا من ضواحي الشام. امشي امشي معي ولا حركة، امشي! وإمتى صارت هالحادثة يا ابني؟ سمعت شو قال لك؟ احكي جاوب. عم تسألني إمتى صارت؟ طبعاً من حقك تسأل يا عامر الدباس،
لأنه القصة اللي بتأذيكم بتنسوها وبتنسوا جرائمكم فيها. بس ما كنت بظن إنك رح تنسى أبو العبد. أبو العبد الرجال الفقير المعتر اللي إجاك بيوم من الأيام هو حامل شيك بحق دار جدوده اللي بالشام اللي نهبها صاحبك عبد الكريم السعيد لحتى يهدها ويعمل عليها بناي. يومها اتهمته بالتزوير وما كنت رضى بتصرف له الشيك. تعرف ليش؟ لأنك كنت متفق أنت وصاحبك وتسحب رصيده من البنك، ولما طلع على مكتبك لحتى يراجعك ويترجاك اتهمته أنه هجم عليك بمسدس لحتى يسرق خزنة مكتبك. للأسف ولسوء حظه أنه أبي الله يرحمه كان حامل المسدس بهذاك اليوم. مو صحيح، كذاب. بابا جيبوا الشرطة خلوني يجي ياخدوه من هون. جيبوا الشرطة وخليوني ياخدوني للسجن، ياخدوني للموت، ياخدوني لجهنم. بس عامر الدباس لازم يموت، لازم. إذا كان مو بإيدي فحتما على إيد واحد غيري. نحن ستي يا عامر الدباس كبرنا كل يوم بشهر وكل شهر بسنة. بتعرف ليش؟ من المر والقهر اللي عشناه بعد موت أبونا. يا أحمد اسمعني كويس، ها؟ أنت شاب بأول عمرك ومبين عليك مثقف ومحترم وفهمان كمان، ليش هتروح حالك ببلاش مشان قصة قديمة احتمالات الغلط فيها كثير كبيرة؟ يمكن غير مدير بنك، يمكن سوء تفاهم، هيك تروح حالك ببلاش أنت وأخوتك؟ يا ابني صدقني أنا ما كنت. أنا مو ابنك، مو ابنك يا عامر الدباس، ولا بيشرفني يكون ابنك. ولو طالع بإيدي هلأ لا خنعك بدي هدول، فهمت؟ خبروا الشرطة خليهم ياخدوه من هون. إيه رهد، وين الغلط؟ الغلط بابا انه عمو مرتعمو صار لهم فترة عم يخططوا مشان انت ترتبط فيها. طيب وين المشكلة؟ انا نفسي صار لي فترة طويلة عم خطط مشان اتجوزها. بابا هني عم يعملوا هيك بدهم يستولوا على ثروتك. بالله وانت بتعتقدي انه ابوكي سهل لدرجة انه اي واحد يستولي على ثروته؟ لا يا بنت، ابوكي قادر يقرا الناس ويلاعبهم بالطريقة اللي بده إياها. بس يا بابا افرض إنه عن طريقها قدروا يساووا معك شيء. لك يا بابا ليش لا يساووا لي شيء؟ يعني أنا ما بنحب مثلا؟ لا بابا مو قصدي، أنت أروع من رجال العالم كله. بابا قولي رأيك بدون مجاملة، أنا ما بنحب؟ قولي رأيك فيني كرجل. بس يا بابا أنت عبير، احكي بلا مجاملة، احكي بصدق. انت طيب كتير بابا، شخصيتك قوية وإلك طلة فظيعة، بعدين انت كتير أنيق واللي ما بيعرفك بيخاف منك. يعني ممكن تلتقى إنسانة تحبني ولا لا؟ ايه بابا، بس هاي بالذات بتعرف انه انت أكبر منها، بتعرف انك انت مريض. بس يا بنتي ممكن هي تموت قبلي، الأعمار بيد الله، وممكن أنا أعمل أفظع من اللي هي ممكن تعمله، صح ولا لا؟ عبير لهالدرجة باين أنه بينضحك علينا أنا وياكي؟ تعي يا بنتي ما نخلي حدا يضحك علينا وما نخلي حدا يفرق بنا، شو رأيك؟ أنا بوعدك، أنت بتوعديني؟